اهلا بكل مشاهدينا، مشاهدي ابو كبير ميديا في كل مكان. احنا معاكم دلوقتي في قصه جديده ولايف جديد. يمكن شفنا وسمعنا الكام يوم اللي فاتوا كلام كتير، يعني تحدثت فيه الاعلاميه شريهان خفاجه عن ان هي لو ان شاء الله لما ربنا يكرمها وتتزوج ان شاء الله، اي يعني زوجها لو حب ان هو يتزوج مره تانية موافقه ان هي تجيب له عروسه وكمان هتختارها له بنفسها. خلوكم معانا عشان نعرف ايه القصه وايه الحكايه. ازيك يا استاذه شريهان؟ اهلا وسهلا بيك. ازيك يا استاذ علي؟ في البدايه عرفي الناس بنفسك. اعرف الناس بنفسي، انا شريهان خفاجه، مقدمه برامج ومرشح نواب سابق البرلمان اللي فات، مستقل مش على اي احزاب. خطوات، يعني انا شخص بسيط جدا، شخص بيعمل من هو عنده 19 سنه، شخص يمكن عاش تجارب كتير جدا مع الحياه بحكم برنامج بنحلم نعيش. البرنامج بقاله 10 سنين، يعني تقريبا اتكلمنا في كل قضايا المجتمع. فمن عشرتي للناس بقى في جميع المحافظات، ومن غني وفقير وفلاح وصعيدي وابن المدينة وابن القرية وابن النبوع. عشرتي للناس في النبوع والقرى والمحافظات والمدن، والقصص الكتير اللي بسمعها من البنات والسيدات اللي هم المطلقات والغير متزوجات والمتزوجات والمشاكل الأسرية واللي بيحصل، خلتني أقول القرار ده. طيب هنيجي للقصة دي. انت عاملة قلبان على السوشيال ميديا، الكلام اللي طلعت قلتيه ان انت موافقة لما زوجك مثلا حابب يتزوج ان انت تختاري له زوجة بنفسك. انا ما قلتش حابب يتزوج. امال؟ انا قلت جوزي، اكيد ما فيش ستة هتقبل تجوز جوزها بسهولة كده. زوجة تانية، يعني انا بقسم الزوجة الاولى، انا بتقسم نصين من جوايا. في ناس بتقول لي انت جبله، ما بتحسيش، طب انت ما بتحبيهوش، ما فيش حب خالص ما بينك وما بينه، ما فيش خوف عليه، ما فيش غيره. لا، في كل الحاجات دي، في عشق هيكون ما بين زوجي ابقى اولادي، هيبقى في عشق مش حب. ولكن لو وصلنا الحاره سد، وصلنا الاختلافات وصلت بينا ان احنا هنبقى اتنين في البيت، هو كاره يرجع البيت ويشوفني وانا كارهه وجوده وانه يرجع وما بصدق ينزل من البيت عشان اخد نفسي. في ناس وصلت للموضوع ده، وانتوا عارفين الكلام ده، عارفين ان انا مش بكذب، عارفين ان حياته الاسريه فعلا في واحد بيفضل يقعد في القهوه مع اصحابه ولا انه يرجع البيت، في واحده بتفضل تقعد مع صاحباتها في الشغل اكتر عشان ما ترجعش تشوف وش جوزها. الكلام ده يا جماعه صعب، صعب جدا. ويوم ما نقول هيتجوز الدنيا تقيد وتولع نار. طب ما تصلحوا الامور، خلوا فيه بالانس، خلوا فيه تفاهم، خلوا فيه حب. ليه كل ده بيضيع؟ ليه الدنيا ما بيبقاش راحة جاية كده ما بيننا وما بين بعض؟ العيب من الست ومن الراجل، لكن البيت بيت الست. الست لو ما فيش واحد بيتغصب عشان يتجوز واحدة، طالما اتجوزي وعمل لك فرح حلو ودفع فيكي مؤخر ومقدم ومضى كده على قايمة وعمل حاجات كتير ودفع له نص مليون ولا مليون جنيه عشان يخلص الجوازة والفرح، اعرفي انه بيحبك. هو اكيد كان عمل كده مع اي واحده تانية، بس معنى انه عمل كده معاكي يعني بيحبك. بيحبك، يبقى مين اللي خلى الحب ده يقل او خلى العلاقه تتدهور ما بين الزوج والزوجه؟ اغلبيه الموضوع بيكون على الزوجه، على الست. الست تقدر تخلي الراجل، مش عايزه اقول خاتم في صباحها لان الكلمه دي انا ما احبهاش، لان الراجل راجل، الراجل انا احترمه، انا اقدر الراجل واقدر ان الراجل يكون له كلمه في البيت ولو الوجود، وهو صاحب الشأن وصاحب القرار. هو الراجل لازم يكون كده يا جماعه، الراجل لازم يكون قدوه، هو رب البيت. فلازم الست تحترمه على قد ما تقدر، لازم الست تكون هو ابوها، هو اخوها، هو سندها، هو سندها، هو كل حاجه في الدنيا. لازم تحترمه، لازم تقدره، لازم تفهم ان ده زوجها، هو ده سندها في الحياة. فلازم تعامله باهتمام وحب. ما ينفعش جوزك يرجع لقيكي مبهدلة سنة واثنين وثلاثة واربعة ينصح فيكي او يحاول يغيرك، انت ما بتتغيريش ولا بتغيري من نفسك. فبيصبح البنات دلوقتي كلها بقت شيك، وكله بقى بيلبس، والستات كلها بقت بتلبس، وبنشوف الناس في الشارع بقت حلوة قوي. ما عادش في فقر دلوقتي، تمييز ما بين فقيرة وغنية او فقير وغني، كله بيلبس دلوقتي. وبأقل الاشياء ممكن شوزه ب 100 جنيه زي شوزه ب 2000 جنيه، باقل الاشياء بتبني الحلاوه على الست او الراجل والاهتمام. ما
ممكن واحده تعمل شعرها او تتحجب تلبس حجاب ب 100 جنيه، وواحده تانية تلبس حجاب ب 500 جنيه، بس الاثنين حلوين، الاثنين حلوين جدا وشيك جدا. فالشياكه مش بالفلوس، عشان برضو ما نقولش ان نتحجج بموضوع الغنى والفقر، ان انا فقيره هتشيك منين، هعمل باديكير وكوافير وما اعرفش ايه. تقدري تعملي كل ده في البيت من غير فلوس خالص. تجيبي ليمونه كده وتعملي بيها وشك، او تعملي بيها ايدك، تنظفي بيها ايدك، وده بقيتي زي جميله وزي الفل. بلاش اهو، بس اهتميتي بنفسك، اهتميتي بشياكتك، اهتميتي بنظافتك. جوزك رجع لقى ست حلوه نظيفه جميله بابسط الاشياء باقل التفاصيل، بتخلي نفسها جميله وحلوه. تنظفي ايديكي، تنظفي ضوافرك. التعليقات بتقول ان حضرتك ما جربتيش الزواج، فيعني الست زوجها بيكون حته منها، فازاي ان هي تفرط فيه، وازاي ان حد يشاركها في الحاجه اللي ملكها؟ ما بقى هي دي بقى النقطه. النقطه هنا ان احنا بنتعامل مع الزوج او الزوجه ان احنا ممتلكات بعض. هو صالون عندي وانا صالون عنده. هو السفره وانا النيش. ايه الجو ده؟ ايه الجو ده؟ انا جوزي عمره ما يقارن انه يبقى ملكي. تاكدي تماما ان انت يوم ما تمتلكي شيء وتبصي وتقولي الشيء ده ملكي وبتاعي، تاكدي ان الشيء ده هيكرهك وهيحس ان انت تقيله على قلبه، لان انت حطيتيه في قفص وقفلتي عليه. الراجل حر والست حره طليقه، والراجل حر طليق، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. احنا ما بنمتلكش بعض بعقد الجواز، احنا ما بنمتلكش بعض بان عشان اتجوزنا بعض عشان نخنق بعض، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. يعني كل واحد فينا ليه مساحه. لما حضرتك هتتجوزي ان شاء الله، زوجك مش هتقولي له مثلا انت رايح فين ولا هتعرفي عنه؟ يعني في فرق ما بين اعرف عنه تفاصيله عشان اطمن عليه، عشان ده زوجي وابو اولادي، لازم اعرف هو فين عشان ابقى ابقاش قلقان عليه. مع اصحابك طيب يا حبيبي، مع في الشغل ماشي حبيبي، رايح مشوار مفيش مشكله، لكن انا مش همسك له الساعه ولا همسك له على التليفون كل شويه افضل اكلمه، طب سمعني صوت اللي جنبك، طب انت فين، طب ايه الهدوء ده، طب ايه ده، واول ما يجي التليفون افتش فيه. مفيش راجل بيتمسك ولا في ست بتتمسك، مفيش الكلام ده. اللي عايز يخون بيخون، اذا كان ما خافش رب العالمين هيخاف بشر؟ اساس اي علاقه الثقه، اساس اي علاقه الثقه. طالما الثقه انعدمت لازم البيت يتهدم، ما يبقاش فيه بيت اصلا، بقى فيه خلل، بقى فيه بيت من غير اساس. اساس البيت هو الثقه والاهتمام والحب والرحمه، الموده والرحمه ما بين الزوج والزوجه، ده شيء اساسي. اما عن حته ان انا قلت يتجوز زوجه تانية، هيتجوز زوجه تانية لو وصل للفاحشه ان هو يغضب ربنا، خلاص الراجل ده اصبح ان انا ما بقتش مكفياه ومش ماليه عينه، وخلاص ما بقاش مقتنع بيا تماما، والراجل ده بقى يعمل الفاحشه مع واحده تانية وبيحبها وخلاص. طب يعمل الفاحشه ليه؟ اوصله لكده ليه؟ اجوزه، عايزها يجوزها له، بس ما يكونش ابو ولادي بيعمل الفاحشه ويدخل عندي في البيت وهو لسه كان جاي بيغضب ربنا، ويدخل عندي كانه ما عملش حاجه. انا ما اقبلش ده على بيتي، ولا اقبل على بيتي، ولا اقبل على اولادي ان ابوهم يكون شخص بيغضب ربنا. ما اقدرش. انت كده اقدر اقبل الجوازه الثانيه، بس ما اقبلش جوزي يكون شخص منفلت. هجوم كتير اتعرضت ليه من الستات؟ طبيعي، وعارفه ان انا اتعرض ليه من اول ما كتبت البوست، ان الستات عندهم تفكير فقط لا غير، تفكير بمشاعرهم. انا بفكر بعقلي وبمشاعري وبديني، لكن هم بيفكروا بقلوبهم. انا قلبي ده جوزي حته مني، اللي تاخده مني ده انا اقتلها. ايه الجو ده؟ خلاص حافظي عليه، اهتمي بيه. هو جوزك حته منك بالكلام ولا جوزك حته منك بالاهتمام؟ اهتمي بجوزك، خلي بالك منه، حافظي عليه، حافظي على نظافه بيتك ونظافتك الشخصيه، حافظي على علاقتك بيه زي البدايات. البدايات كلها حلوه، خلي نفسك دايما عايشه في البدايات مش في النهايات، وصدقيني جوزك عمره ما هيبص لواحده تانيه ولا هيتجوز عليكي ولا هتضطري ان انت تتجوزيه. في بعض التعليقات بتقول يعني ان حضرتك طالعه عشان تعملي الترند. رد حضرتك عليهم ايه؟ يعني ان حضرتك تاخدي اللقطه بس، ولو مثلا اتحطيتي في الموقف ده مش هنفذه، مش هتنفذيه. والله الايام بيننا. ان شاء الله لما اتجوز وجوزي يحب واحده تانية هجوزه بايدي. الايام بيننا ان شاء الله. هتقدري؟ هجوزه بايدي. شايفه يعني نسبه الطلاق
ارتفعت جدا في مصر، يعني وصلنا لحوالي 2.5 مليون حاله طلاق في السنه. والله احنا وصلنا لحاله الطلاق بالشكل البشع ده، وخاصه حاله مرعبه جدا ان الطلاق بتاع اليومين دول، طلاق اللي لسه متجوزين بقالهم، اللي في العشرينات وفي الثلاثينات، اللي متجوزين بقالهم سنه، بعد ست شهور، بعد سنتين، هو ده جواز؟ ده انتوا لسه ما تعرفتوش على بعض، ده ما حصلتش خطوبه. يا راجل يا ست، ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ ده الانسان بيفضل يعني يخطب سنتين عشان يتعرف على اللي يخطبه ده، عشان يشوف هو كويس وحش. فانتوا بتدوا المساحه للجواز ست شهور وسنه وسنتين؟ لا طبعا، الجواز اقل. السبب الرئيسي ورا الحته دي يعني ان الطلاق بقى يعني السبب كتير وبقى بسرعه، يعني بعد سنه زي ما قلنا. السبب الرئيسي هو العند، ممكن يكونوا بيحبوا بعض جدا والاثنين بيعيطوا وقت ما بيتطلقوا، وكل واحد فيهم عمال يبكي ويقول انا القرار صعب واحنا ازاي وصلنا لكده، ويندموا هما الاثنين ويتجرحوا، وهي بتتطلق بتبقى كانها بتموت وبيتها بتخرب. طب انت ايه اللي خلاكي تصممي على الطلاق وتعندي ليه؟ ليه عنتي؟ ليه عنتي على نفسك؟ العند بيوصل للخراب. انا من رايي الطلاق ده يكون اخر شيء، اخر شيء، اخر شيء في الدنيا، ان انت تخربي بيتك وبيت اولادك والحلم الحلو اللي انت بنيتيه مع الشخص الحلو اللي انت اخترتيه وعملته فرح حلو. دايما لما تزعلي من جوزك افتكري له اللحظات الحلوه، افتكري يوم الفرح، افتكري يوم الخطوبه، افتكري خطوبتكم وفتره الخطوبه وفتره الجواز وشهر العسل، افتكري الحاجات الحلوه دي، هتلاقي نفسك مش هتقدري تبعدي عنه، هتغفري له وهتسامحيه. افتكري له الحاجه الحلوه يعني. وهو كمان طبعا كمان. وهو كمان يفتكر الست الحلوه اللي ضحت عشانه، اللي خليته بابا وخلفت وتعبت واتبهدلت، اللي جسمها وشكلها اتغير عشان ولدت وخليته بابي وعنده اولاد وبيحبهم وبيعشقهم اكتر من نفسه، هي مش عشان برضه ولدت وعملت ان هي تتبهدل. في نقطه بقى عايزه اتكلم عليها ما اتكلمتش عليها خالص، هي ان الراجل لما بيطلق مراته او يختلف معاها، او الست لما بتطلق من جوزها وتختلف معاه، او لو مش اتطلقوا لسه مختلفين، تبدا تقول له ايه؟ ناس كتير كتبت لي التعليق ده، قالوا لي بقى انا بعد ما عملته وخليته جاب عربيه وجاب شقه وكان شحاته ومش لاقي ياكل، وبعد كده وقفت جنبه لحد ما عمل وسوى وما اعرفش ايه، اوعي تعايري حد حتى لو كان طليقك. انت عملت ده وانت مراته، انت كنت زوجته، يعني نصه التاني، يعني انتوا الاتنين شخص واحد، فما تعايريهوش. وبرده الراجل اللي يقعد يقول نفس القصه، انا ده انا عملتها وعملتها، ده كان ده انا كنت جايبها مصديه، ده انا عملت وسويت، ده انا خليتها برنسيسة، ده انا مش عارف ايه، انت خليت مراتك اللي كرامتها من كرامتك. عيب. ولاد الناس ما بيجرحوش في بعض، ولاد الناس ما بيعايروش بعض، ولاد الناس بيفتكروا فترة الجواز ان هي فترة مقدسة، فترة حب، حتى لو كانت الفترة دي قصيرة، سنة 2 3 10 20. انا لو رزقي اتقطع معاها وكل واحد فينا راح لحاله، نحترم بعض، يبقى في شياكة، في احترام، حتى لو قابلنا بعض صدفة، حتى لو تواصلنا بالتليفون كلمنا بعض او سألنا على بعض، يبقى في حب، في رحمة، في صلة طيبة. احنا اللي اخترنا قرار الطلاق، المشكلة ان التواصل يكون باحترام وحب. ليه دايما الطلاق بيكون نهايته محاكم وضرب وشتيمة واهانة وقلة أدب وخراب بيوت، وأنا هشتم أهلك وأنت تشتم أهلي، وإحنا نبهدل بعض وأنت تاخد الولاد أرميهم لك، أنا أرمي لك الولاد، يا مش عارف إيه. ليه ما نخليش العلاقة حلوة ما بيننا؟ خلاص رزقنا وانقطع، ما عادش لينا علاقة ببعض، وحصل الطلاق وآخر حل، نخليه آخر حل بس. طيب ممكن نشوف حضرتك في يوم من الأيام تعملي مبادرة للتوعية، سواء للسيدات أو الرجال، إن هم يعني اهتمامهم ببعض، توعيهم باهم الحاجات اللي ما تبوظش العلاقه؟ والله بعمل ده. انا في برنامجي بنحلم نعيش، بنحلم نعيش حياه كريمه، حياه حلوه، حياه مليانه حب، حياه مليانه احترام، موده، رحمه. اتكلمت في قضايا اسريه كتير جدا، اتكلمت في قضايا الطلاق، اتكلمت في ان هو يكون اخر حل، اللي هو تنزلي على ارض الواقع. نزلت على ارض الواقع. انا برنامجي خدمي اجتماعي، يعني انا بشوف القضايا من المجتمع، وانا بتكلم من ايه؟ اكيد مش بألف، اكيد من القضايا اللي انا شايفاها في البيوت. قلت لك المدينه والمحافظه والنجع والقريه، في الصعيد وفي الفلاحين وفي السواحل وفي كل مكان
شفت اسر وشفت مشاكلهم وعاصرت مشاكلهم وحليت مشاكل كتير جدا 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 شخصيه بقيت احل. بس طبعا اكيد مش هكتبها على السوشيال ميديا واكيد مش هكتبها في حلقاتي او برنامجي لان دي اسرار ناس، فانا بحلها بسيكريت يعني بتكون ما بيني وما بين الاشخاص، والحمد لله ربنا بيقدرني ان انا احل المشاكل ما بينهم وبرجعهم لبعض يعني. ربنا يجعلنا سبب يا رب ان شاء الله. يا رب هل العالمين. مثلا لما ربنا يكرمك كده ويجي لك شريك حياتك، هل بيبقى ليك مواصفات معينه؟ اه طبعا اللي هي والله يكون راجل متقي يعرف ربنا. انا ما اتجوزت راجل ما بيصليش، ده اولا يعني الصلاه ملهاش علاقه لا بالحجاب ولا ليها علاقه بان هو شيخ مربي دقنه ولا لا، ولا ليها علاقه بان هو مجنون وبيعمل حاجات غلط كتير وشقي وليه غلطات وليه غيره وغيره وغيره. ما عنديش مشكله ان هو يكون شقي وليه غلطات وليه حاجات كتير جدا، بس عندي يكون عنده نزوات قبل. ما عنديش مشكله ان يكون عنده نزوات قلب، احنا مش ملائكه، احنا بني ادمين. ولكن انا عايزاه انسان بيصلي، لو هو بيصلي وقرب من ربنا هيغلط مره وتاني مره هيخشى على دمه، هيغلط الثالثه ورابع مره لما يرجع لربنا هيلاقي نفسه صغير قوي فهيرجع. الانسان اللي بيصلي ودايما بيكون في مساحه ما بينه وما بين ربنا ومقرب لربنا صدقني غلطاته ما بتستمرش، غلطاته واحده واحده بتخف واحده واحده. اللي بيراعي ربنا بيراعي ربنا في زوجته اولاده وبيته، طالما هو راعى ربنا وحط ربنا في حسبانه ده اهم شرط عندي في زوجي، ان هو يكون بيصلي وان هو يكون قلبه نظيف يعني ما بيشلش يعني لا يحمل الاسيه، قلبه لين وليس ضغينه وقسوه. يعني انا من النوع اللي بينسى بسرعه جدا، يعني انا من النوع اللي ممكن حد يأذيني جدا ولو جه قال لي معلش وتبسم في وشي خلاص ما بعاتبوش اصلا. انا ما بحبش العتاب، بكره العتاب يعني ما بحبش الماضي، ما بحبش حد يجي يكلمني في ماضي يقول لي فاكره من سنتين عملتي وعملتي وعملتي، ولا فاكره امبارح. بس اليوم اللي عدى ننساه، ننسى الوحش اللي فيه، انا ما الحلو بس. بنفتكر الحلو الحاجات الحلوه، لكن ان انا افتكر حاجه وحشه عدى عليها يوم لا، ما بفتكرش حاجه وحشه عدى عليها يوم ولا احب افتكر. معظم البنات الايام دي بقت ايه، بتحب الولد اللي هو لا لازم يكون معاه فلوس. ممكن يكون معاه فلوس كتير جدا بس مش راجل. يعني ممكن يكون معاه فلوس كتير جدا بس هو مش راجل. يعني لا يعتمد عليه. هتتجوزي الفلوس؟ هتتجوزي الشقه والعربيه والفيلا والحساب في البنك؟ انت مش رخيصه، انت غاليه. الست غاليه، الست اغلى حاجه في الدنيا. تخيلي لما رب العالمين يكرمك ويقول لك الجنه تحت اقدام الامهات، تخلي واحد يشتريكي بفلوسه، عبد من عباد ربنا يشتريكي بفلوسه؟ لا طبعا. انت غاليه، لو هتتجوزي شحات يا دوبك لا يملك غير بيت صغير قد كده، اوضه باربع حيطان بس، راجل هيصونك في الاوضه دي وهيحبك ويحترمك وياكل من نفس الاكل اللي هو بياكله ياكلك منه، ويبص يسعى يبقى عمل اقصى مجهود في حياته علشان يقدر يعيشك انت واولاده، يسعى يشتغل ما ينامش في البيت. ما تتجوزيش راجل متاكل. يعني انا ما اتجوزش راجل معاه ملايين عوطلجي ما بيشتغلش، ما اقدرش اتجوز راجل حاطط حسابه في البنك بيصرف منه وعايش نزوات، نخرج ونتفسح وناكل ونشرب من حسابنا في البنك، ايه القرف ده؟ احنا خلقنا لنعمر الارض. انا اتخلقت عشان اصحى من النوم اشتغل اعمر ارضي، انا مهندس دكتور ضابط محاسب محامي عامل نظافه، اي حد في الدنيا اشتغل عشان يعمر الارض دي. ما هي دي العباده، ان انا اعبد ربنا، ان انا اعمر الارض واعبد بالعمل والعباده. لكن ان انا اكون شخص ليا حسابات في البنوك ونايم لي في راجل بينام في البيت، مستحيل طبعا اقبل حاجه زي دي. بعد تصريحات حضرتك ايه اكتر كومنت ضايقك؟ والله كومنت كتير، يعني حته ان انت ما عندكيش قلب، انت ما بتغريش، انت جبله، ما عندكيش مشاعر، انت خربت بيوت. انا بعمر البيوت مش بخربها. ردك ايه على التصريح على الكلام ده؟ لا انا ردي للناس كلها، انا ما اتكلمتش في حاجه مخالفه، انا اتكلمت في حاجه معيار الادب والاحترام، معيار الاخلاق ومجتمعنا وعاداتنا وتقاليدنا، معيار الدين رقم واحد،
معيار الرجولة والأنوثة والاحترام والبيت المحترم، إن بيتي يوم ما يبقى فيه راجل بيروح للفاحشة وما بقيتش مالية عينه ولا هو مال عيني، يا نتطلق يا سيبه يتجوز واحدة تانية. لكن أنا ما أقدرش أعيش مع راجل بيغضب ربنا، وأعتقد أي ست محترمة وأي ست بتخاف ربنا لا تقبل إن هي تعيش مع زوج بيغضب ربنا. يعني أنا ما قلتش كلام مختلف ولا كلام غير صحيح، هو اللي بيقول الصح في الزمن ده بيبقى هو الغلط تقريبا. انا الغلط عشان قلت الصح يعني. بيقولوا لك او خربت بيوت. انا خربت بيوت. لو انتوا شايفين ان الراجل يزني ويعمل الفاحشه وتفضلي على ذمته وما تجوزيهوش، انا خربت بيوت. لا، انا بقول له اتجوز زوجه تانية وما تعملش الغلط. انا خربت بيوت، بس ما تعملش الفاحشه، ما تغضبش ربنا، اغضب مراتك تخبط دماغها في الحيطه وما تغضبش ربنا. كلام نهائي صراحه يعني، ما تغضبش ربنا، اغضب زوجتك ما تغضبش ربنا، او صلح من شأنك. يعني ابتدي الاول بان انت تحافظ على ام اولادك. حته بيتين دي صعبه، مش حاجه سهله برضه. فكر الف مره، هتفتح بيتين هيبقى في ليه فلوس هنا وفلوس هنا، مجهود هنا ومجهود هنا، بالك هيبقى مشغول هنا وبالك مشغول هنا، لو انت مقتدر، والا بتعدله فواحده فواحده. فما ينفعش ان انت تقول انا هيصه يلا هتجوز اتنين، مش بالبركه هي. لو انت شخص مش هتقدر تكون موازن ان انت تكفي البيتين، ما تتجوز. وفي نفس الوقت لازم تكون عملت اللي عليك اتجاه الزوجه الاولى. عملت، بص، جبت اخرك بقى، عملت كل حاجه، عملت كل حاجه. الراجل ده عمل كل حاجه. عمل كل حاجه ازاي؟ خاف عليها، اهتم بيها، رعى ربنا فيها، كفاها ماديا، كفاها نفسيا، كفاها في مشاعر وحب واهتمام، عمل كل حاجه. وبرده الست دي ما بتتغيرش زي ما هي. حقك تتجوز بقى، اتجوز. ما تاكلش اكل غصب عنك، ولا انت تاكلي اكل غصب عنك. لو مش عاجبك راجل عشتي معاه حتى لو 10 سنين وحسيتي ان انت عايشه مكبوته ومخنوقه وان انت عايشه عشان تربي العيال، اتطلقي واتجوزي غيره. اتطلقي واتجوزي واحد تحسيه تعيشي معاه. العمر بيتعاش مره واحده مش الف مره. عيشوا حياتكم زي ما انتم عايزين، كل اللي تحبه، البس اللي تحبه، اتجوز اللي تحبه، اعمل تفاصيل حياتك بالشكل اللي انت بتحبها. بس ده اللي انا اقدر، انا عايشه كده، بعمل اللي انا بحبه. شايفين ارتفاع نسبه الخيانه يعني خصوصا عند البنات؟ شايفه ده ازاي الفتره اللي فاتت؟ هو الراجل بيخون مع مين؟ خصوصا على السوشيال ميديا. الراجل بيخون مع ست اكيد. فالراجل طالما بيخون مع ست خلاص خلصت الحكايه. ما هو بيخون مع ست، امال بيخون مع مين؟ وثلاث ارباعهم بيخونوا متزوجين مع متزوجين. يعني اكيد بيعمل الفاحشه مع واحده متزوجه او واحده مطلقه. يبقى انت بتخون راجل زيك زيه. انت تقبل ان زوجتك تخونك مهما حصل؟ فانت لما تخون مع واحده متزوجه انت كانك خنت، كان مراتك خانتك بالظبط، لان انت خنت راجل زيك زيه. فهي الخيانه كسرت بشكل غير طبيعي الايام دي، لان الزوجات بقوا العند فيهم كتير قوي زياده عن اللزوم ما بين الطرفين. يبقى اول حاجه العند ما بين الطرفين بقى كبير قوي. الاهمال وعدم الاحتواء، الراجل لم يحتوي الست والست لم تحتوي الراجل. خلاص السوشيال ميديا ليها دور؟ طبعا السوشيال ميديا اسوأ دور. السوشيال ميديا بقى كل واحده جوزها مزعلها شويه، وجوزها يعني مش كل واحده الا من رحم ربي يعني. جزء من النساء لو زعلها جوزها وضغط عليها بتبدا تكلم واحد بيتكلمها على التليفون على السوشيال ميديا. انت كويسه، انت بخير، انا بطمن عليك، انا مش عارف، انا واقعيه قوي، انا بتكلم في الواقع. صح صح. انت بخير. ان هو يحتويها فبيبدا يحتويها. فطبيعي ان هي كده ممكن تخون. والست غير مقبول ان هي تخون. انت ام عندك رحم حتى لو مش مخلفه، انت ربنا فضلك وقال لك الجنه تحت اقدام الامهات. ما ينفعش ابدا ابدا تخوني. كلمه تخوني دي مستحيله. ست المتزوجه لا تخون ولا يغفر لها. ما فيش حاجه اسمها ان هي تخون، لان انت هنا مش بتاذي الراجل، ده انت بتاذي ابنك اللي ملوش ذنب، وبتاذي ابوكي واخوكي في شرفك. لان احنا في مجتمع ذكوري ما بيعتبرش خيانه الراجل، ده بيعتبر ان الراجل اللي خاين ده ايه يا عم شقي. لكن بالنسبه للست لا انت قللتي الادب ومش محترمه فيكي كل الصفات، لان انت ام ما صنتيش عرض اخوكي وابوكي واولادك. بس تمام. شكرا لحضرتك. شكرا ليكم وشكرا لكل متابعين
موقع ابو كبير، موقع ابو كبير انا شفته، موقع جميل جدا ما شاء الله، بالتوفيق. موقع ابو كبير شكرا ليكم وكل متابعين وكل جمهور موقع ابو كبير، كل سنه وانتم طيبين، وشكرا ليكم متابعيكم. ما حدش يشتمني، ها ما حدش يشتمني، لا شتيمه، لا شتيمه، لا تعليق ونقد واختلاف انا موافقه، لكن تشتموني لا، انا مش هسامح اي حد بيشتمني، يا مش هسامحه. يمكن زي ما حضراتكم شفتوا ده كان توضيح من الاعلاميه شريهان خفاجه عن التصريحات اللي ادلت بيها على السوشيال ميديا، ان هي يعني ان هي ممكن تسمح لزوجها ان هو يتزوج بواحده تانية بدل ما ان هو يزني. نشكركم على حسن المتابعه وشكرا لحضراتكم.